أهلا بكم. مع نفحات الجمعة الإيمانية، المغردون أطلقوا هاشتاغي الجمعة وغرد بدعاء تردده دائما، أرسلوا من خلالهما كل ما بخلدهم إلى السماء. الهاشتاغ امتلأ بذكر الله وطلب التوفيق والمغفرة والهداية منه عز وجل. المغردون استذكروا أفضل يوم الجمعة بما فيه ذكر الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمية تحري ساعة استجابة الدعاء لما لها من شأن عظيم. تغريدات المغردين عبر الهاشتاغ تضمنت حكما وعبارات تساعد على تخفيف هموم الحياة وإعادة الأمل لكل مهموم تثاقلت عليه أعباء الحياة. ولم ينسى المغردون إخوانهم المرضى والمنكوبين في شتى بقاع الأرض ليتوجهوا لله بالدعاء ليخفف عنهم مصابهم ويرحم من غاب عنهم.